حبيبتي يا فلك، ألف ألف سلام عليك. أنا كتبت لك الجواب ده علشان لما تقومي بالسلامة بقى تقريه على رواقة الرواقة. معلش، أنا عارف إن خبطتين في الراس توجع، وعلى فكرة أنا عرفت إنك حملتي في بنت، أخت سيف، حبيبي. كل اللي عايز أقوله لك إن مامتك الله يرحمها يوم ما ماتت ما كانش قضاء وقدر. هي اللي قتلت أمها. راحت لها المصنع وكانت عايزة تضربها. قال ايه يا اختي؟ بيقولوا انها كانت سايقه العربيه وما لقتش الفرامل وفجاه عملت حادثه وماتت. بسم الله ما كانش يا اختي هي اللي قطعتها لها. مش ممكن، مستحيله تكون بنتها ابدا، دي شيطان. سعيكم مشكور، ما حدش يجي لكم في حاجه وحشه. ومعلش بقى، اللي هانت عليها امها بكره يهون عليها جوزها والراجل اللي خادمها. انا عرفت ان انت عرفتي اني بقول على المحامي بتاعكو كذاب.